السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تتعلم ازاي تعمل رامي الاسهم ده، تابع المقطع للاخر. انا قلت ان هنستخدم النهاردة شريط لاصق، قلم للتحديد، مقص، مسدس شمع، وقطر، وخلي واحد كبير يساعدك، وعيدان زي ديت، واساتك، ومسطرة عشان نقيس. اول خطوة هنبدأها النهاردة، هنجيب اربع ورقات فوق بعض بالشكل اللي قدامنا ده، وهنطبقها بالشكل كده، ندوس كده جامد. بعديها العلامة اللي احنا طلعت قدامنا ديت هنقص منها كلهم فوق بعض، هنقص ونرجع لكم. كده قصيناها نصين بالشكل اللي قدامكم ده، هنحط نص على جنب هنستخدمه. هنجيب نص كده، هنجيب قلم وهنلفه بالطريقة دي، هنلفه كده، بعديها هنعمل كده بالشكل ده. بعديها نلف، هنلفه بالراحة كده، بعديها هنطلع القلم ونجيب الشريط اللاصق نقطع، بعديها نلزق. نجيب الشريط الصغير كده، هتبقى بالشكل اللي قدامنا ده. دلوقتي هنلف القطعة التانية، نجيب القلم ونعمل نفس اللي احنا عملناه في الأول كده. احنا عملنا اللفتين دول بالشكل قدامنا ده، دلوقتي هنحطهم على جنب، وهنجيب عصاية من عصاية الأيس كريم، وهنحدد من كل طرف 1.5 سم، ده الطرف الأول، هنحدد 1.5 سم، كده احنا حددنا. دلوقتي الناحية التانية، تقريبا هنا هنحط المسطرة على جنب بالقلم. دلوقتي احنا حددنا اهي، دلوقتي هنجيب قطعة من اللي احنا عملناهم في الاول، هندخل العصاية في المكان اللي احنا حددناه، هو ده المكان، هندخل كده وبعديها نكسر. كده احنا كسرناه ونسيبها محشوره جوه. هنجيب نفس العود، هنحط اول حاجه القطعه دي على جنب، بعدين هنجيب نفس العود واحنا المكان اللي احنا محددينه، هندخل بعديها نكسر. كده دخلنا العودين بالشكل اللي قدامكم ده في الورقتين. دلوقتي هنحدد عن نفس المكان اللي احنا دخلنا فيه الورقة، يعني بالطول 1.5 القد اللي احنا كسرناه من هنا، تقريبا هنا. بعديها الورقة التانية برضو تقريبا هنا. دلوقتي زي ما انتم شايفين حددنا. دلوقتي هنجيب عصايتين كاملات من ما نكسر منهم ولا حاجة، وهندخلها بالشكل ده، هتبقى بالشكل ده، هنحطها على جنب. بعديها هنجيب الناحية التانية أو الورقة التانية وندخل
هتطلع بالشكل اللي قدامنا كده. احنا دخلنا العصايتين واليدين اهم جاهزين وهو بالشكل اللي قدامنا ده. دلوقتي هنجيب السولوتيب بالعريض، هنحط يد على جنب واليد التانية هنجيبها ونلف السولوتيب حواليها، حوالين كل الايد عشان يديها القوة والعزم. احنا غلفنا اليدين وبقوا بالشكل قدامنا ده. دلوقتي اديناها القوة، دلوقتي هنجيب من العلامة اللي احنا علمناها وهنتني، هنطبق كده بعديها. كده احنا تاني نوبت بالشكل قدامنا ده اهي. دلوقتي هنحطها على جنب ونجيب اليد التانية برضو هنتني من المكان اللي احنا معلمناها فيه. كده احنا تنينا الدراعين بقوا بالشكل اللي قدامنا ده اهو. دلوقتي هنحطهم على جنب. الخطوة التانية هنجيب 5 ورقات نقصهم ونلفهم بالعرض. نجيب القلم كويس من هنا، بعدين نقعد نلف كده بالراحة. وهنلزقها كده. احنا لفيناه قطع الحتة الأساسية. دلوقتي هنجيب قلم ونطلعه. دلوقتي هنتني من فوق بعدين هنجيب اليدين اللي احنا عملناهم في الاول. هنجيب اول يد ما نحطهمش بالوضع ده، لا نحطهم بالوضع ده كده. وهنجيب شريط لاصق مثلا جزء طويل ونلزق جامد. كده لزقت. هنجيب اليد التانية برضو هنلزق. كده احنا ثبتنا الدرعين. دلوقتي هنجيب استك هنلف من هنا بالشكل ده كده. بعدين نيجي الناحية التانية وبرضو هنلف هنلف. بعديها هيتثبت كده. احنا ثبتنا الاستك، دلوقتي هنشده على اقصى حد، على اقصى حاجة يوصل له القلم الاستك. بعد ما نشده لها اقصى حاجة هنحدد المكان اللي هو وصل له. هو وصل هنا، نعلم زيادة عند المكان اللي احنا علمنا عليه. هنعمل فتحة بالشكل ده، فتحة صغيرة، واحنا هنستخدم القطع. لكن انا كطفل مش هستخدمه، هنادي واحد كبير يعمله ليا. كده احنا عملنا فتحة من ناحيتين. دلوقتي هنجيب عصاية صغيرة هندخلها كده. هنخلي الحتة اللي فوق اللي احنا هنركب فيها الاستك بالشكل ده قصيرة، يعني مثلا زي كده كده. بعدين هنجيب كده استك ونضرب تبقى بالشكل اللي قدامنا ده. دلوقتي هنحط القطعة دي على جنب، هنجيب ورقة عادية هنطبقها كده. بعدين مكان الخط اللي في النص ده هنجيب مقص ونقصها نصين كده. احنا قصينا الورقة نصين، دلوقتي هنحط النص على جنب وهنجيب قلم ونلفها.
هنلزق. هنا تحت اللزق ونلزق. دلوقتي هنحطها على جنب ونجيب الورقة التانية برضو هنلفها. دلوقتي احنا عملنا القطعتين هنطبقهم كده، بعدها التانية برضو هنطبقها كده، بعدها هنجيب اللي احنا حطيناها على جنب ونلزقها هنا. تستخدم مسدس الشمع او لا، اهم حاجة تثبتها باحكام. بعدين نجيب القطعة التانية وهنعمل نفس الموضوع. كده احنا خلصنا اللزق، بقت بالشكل اللي قدامنا ده. دلوقتي هنحطها على جنب، هنجيب ورقة كاملة هنطبقها برضو بالنص، بعديها هنقص في المكان اللي طلع ده الخط ده، وبعد ما نقص هنلف واحدة هنحطها هنا والحتة التانية هنحطها تحت. كده احنا قصينا الورقتين، هنلف الاتنين على مقاس القلم، لكن في واحدة هنحط واحدة على جنب، في واحدة لما نيجي نلفها هنخليها أوسع من القلم شوية، يعني مريحة على القلم عشان نقدر ندخل فيها السهم اللي احنا هنعمله. دلوقتي هنلزق بعد ما لفينا. زي ما انتوا شفتوا لازم القلم زي ما قلت في البداية لازم يكون مريح كده يطلع ويدخل. دلوقتي هنحط القلم على جنب وهنجيب المقص وهنقص منها كده النصين، هنقص ديت بالتقريب نصين. دلوقتي احنا عندنا اتنين، واحدة هنحطها فوق والتانية هنحطها تحت. انت ممكن تلزوم مسدس الشمع، ممكن تلزوم بسولوتيب، انا هستخدم مسدس الشمع. نحط بقى شوية هنا من مسدس الشمع، بعديها هنلزق وهنعمل نفس الخطوة تحت وفي نفس المكان كمان. كده احنا لزقنا القطعتين دول بقوا بالشكل ده. دلوقتي هنجيب السك هنلفه كده بالشكل ده من تحت كده اكتر من مرة، بعدها هنشده وهنركبه هنا كده. احنا لفينا هنشد ونحطه هنا في المكان اللي احنا لزقنا فيه. دلوقتي هنجيب السك تاني وهنركبه من فوق، ننزل ده كده، دي ممكن نطبقها كده شوية، بعديها هنركبه هنا في المكان ده كده، بعديها نركبه هنا. بعديها هيبقى زي السلاح بيضرب. في طريقة تانية ان احنا نقدر نستخدم بس الأسك ونشيل ده، نشيله خالص ونستخدم بس الأسك ونعمل كده، نجيب السهم، دي عصاية باسيليا حرف، هنجيبها بالشكل ده كده. تقدر تجيبه كده، وديت الطريقة التانية. لو عجبكم المقطع ما تنسوش تحطوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم في المقطع الجاي.
إن شاء الله، مع السلامة.